السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله يومكم كل خير. حاليا متواجدين في مدينة يلو الجميلة. طبعا اليوم راح نعرض لكم شيء مميز في منطقة كاديكوي. طبعا منطقة كاديكوي في يلو تبعد عن مركز المدينة اللي هو الساحل تقريبا 15 دقيقة، وأيضا تبعد عن المنطقة التاريخية اللي هي ترمل ما يقارب 10 دقائق. طبعا عندنا مشروع عبارة عن دوبلكسات وفلل بمختلف الأحجام والمساحات. اولا عندنا بالنسبه للدوبلكسات فيها شقق تقريبا 3 غرف صاله على نظام دوبلكس. اما بالنسبه للفلل عندنا فلل تقريبا تبدا من غرفتين وصاله الى تقريبا 5 غرف وصاله، والاحجام فيها تختلف على حسب مساحات الفلل. طبعا راح نتكلم الان بشكل عام عن المجمع. احنا حاليا نعتبر في وسط المجمع امام الخدمات اللي انتم مثل ما انتم شايفين عندنا المسبح المكشوف، صراحة معطية جو جميل جدا للمنطقة، وأيضا عندنا المساحات الخضراء بالإضافة إلى المسبح المغلق والنادي الرياضي، وأيضا عندنا ساونا وفتنس مخصصة للنساء، وأيضا ساونا وفتنس حمام تركي مخصصة للرجال. لو نتكلم بشكل عام عن المشروع، المشروع مكون على أرض مساحتها 40,000 متر مربع مثل ما انتم شايفين، طبعا على عدة مراحل، كل مرحلة تختلف عن الأخرى. المرحلة اللي احنا موجودين فيها الآن عبارة عن الشقق اللي هي الدوبلكسات، أما المراحل الأخرى عبارة عن الفلل اللي فيها فلل تتكون من غرفتين وصالة وثلاثة غرف صالة وأربعة غرف صالة، وأيضا عندنا فلل بأحجام كبيرة 5 غرف وصالة، بالإضافة إلى كافيتيريا موجودة داخل المجمع تخدم المجمع ككل. في المنطقة اللي احنا موجودين فيها حاليا راح نعمل لكم إن شاء الله تصوير حتى تشوفوها بالكامل. المنطقة مثل ما ذكرت لكم اسم المنطقة كاديكوي، تابعة لمدينة يلوى، وأيضا عندنا هنا ألعاب الأطفال بالإضافة إلى ملاعب كرة القدم كرة السلة. المساحات الخضراء اللي متوفرة في المجمع نقدر نقول تقريبا تأخذ 80% من المساحة الإجمالية. عندنا 30,000 متر مربع مساحات خضراء، وأيضا تقريبا 4,000 متر مربع اللي هي مساحة الخدمات اللي احنا الآن موجودين فيها، والباقي المساحة المستخدمة للبناء. راح نشوف اياكم الآن الخدمات اللي موجودة في المجمع بشكل تفصيلي. تفضلوا ويانا نشوف خدمات المجمع. اول شيء نوصل للكافتيريا اللي موجودة في المجمع، طبعا هذه تخدم المجمع، يعني مثلا اللي عنده اوقات يجلس فيها يشرب فيها الشاهي والقهوة. صراحة منطقة مرتبة، وأيضا لها إطلالة على المسبح الخارجي والمسبح الداخلي المغلق مثل ما انتم شايفين. يعني منطقة ما شاء الله تبارك الله جدا كبيرة، يعني تكفي أتوقع ما يقارب 50 شخص تقريبا. لها إطلالة جميلة أيضا على المساحة الداخلية والمسبح الداخلي. منها نتوجه نشوف المسبح بشكل كامل. طبعا وصلنا للمسبح المغلق، طبعا حاطين فيها دفايات يمكن استخدام المسبح والمرافق حتى في اوقات الشتاء مثل ما انتم شايفين. المنطقه هذه مخصصه للاطفال، وعندنا هذا المسبح الجميل. اتوقع العمق فيها ما يقارب متر ونص تقريبا، ماخذه مساحه كبيره جدا. هذه يستخدموها في العاده في اوقات الشتاء، والمسبح الخارجي في اوقات الصيف. ومنها نتوجه للخدمات الأخرى اللي هي عندنا الفتنس، صالة الفتنس بالإضافة أيضا اللي هي حمام الساونا والحمام التركي. طبعا عندنا مخصصة للنساء اللي نشوفها الآن مخصصة للنساء، وأيضا نفس المنطقة هذه في الجهة الثانية مخصصة للرجال مثل ما انتم شايفين. عندنا هنا الحمام التركي يسموه الأتراك ترك حمامة، وهنا عندنا الساونا. الجهة هذه مخصصة للنساء، عندنا هنا الجلسات الكباين، وأيضا هنا عندنا دورات المياه والمراوش. نتوجه للجهة الأخرى، طبعا مثل ما انتم شايفين هنا عندنا الفتنس سنتر راح نشوفها الآن. الجهة هذه مخصصة للرجال، طبعا نفس النظام عندنا الساونا وعندنا ايضا الحمام التركي بالاضافة الى الجلسات والكباين دورات المياه والمناطق المخصصة للشاور. نتوجه طبعا هنا عندنا
الفتنس. لو تلاحظوا ما شاء الله تبارك الله أغلب الأجهزة اللي نحتاجها موجودة. عندنا هنا نسميها السيكل، هنا عندنا المشي، جهاز المشي بالإضافة للأثقال، وعندنا هنا أيضا الأثقال بجميع الأوزان. طبعا المنطقة هذه لها مدخلين، راح نشوف الآن المدخل الثاني، أو راح نخرج الآن من المدخل الثاني. مثل ما شايفين عندنا هنا جلسة الاستقبال، وهنا المخرج أيضا للساحة التابعة للمجمع، طبعا مخصصين جلسة جميلة للعوائل، وأيضا نقدر نشوف المسبح المفتوح. بإذن الله راح نصور لكم الآن النماذج المتوفرة بالنسبة للفلل والدوبلكسات. وصلنا الآن لأحد النماذج اللي موجودة في المجمع. طبعا الفلة اللي خلفي اللي انتم شايفينها عبارة عن 5 غرف وصالة، راح نشوفها الآن بالتفصيل. طبعا قبل ما ندخل، على يسارنا مباشرة عندنا موقف السيارات، طبعا هي مكشوفة الآن، ممكن نغطيها، يعني البلدية بتعطينا الإذن بأننا نغطي المواقف. طبعا نوصل للفلل، للفلة، مدخل باب خشبي صراحة معطي منظر جميل للموقع. أول ما ندخل طبعا مزروعة بالكامل، الحديقة مزروعة بالكامل مثل ما انتم شايفين. على يميننا عندنا المساحة الجميلة هذه، طبعا الشركة تتعهد انها راح تعمل لكم الزرع من جديد وتعمل لكم الإنارات والإضاءة، وهذه تعتبر شرفة أو بلكونة خارجية مطلة على الحديقة. نوصل إلى مدخل الفلة، أو قبل ما ندخل نشوف الحديقة الخلفية للفلة، وبعدها نشرح لكم الفلة بالكامل. طبعا المناطق هذه ممكن تقدروا تزرعوا فيها مثلا فواكه، خضروات، الأشجار الصغيرة، أو ممكن تعملوها مساحة خضراء تعطي منظر جميل للمنطقة. وصلنا الآن خلف الفلة، طبعا المنطقة هذه أيضا الشركة تتعهد مثل ما ذكرت لكم أنها تزرعها لكم بالكامل ومن جديد، وتعمل لكم فيها إنارات، يعني مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله. أتوقع الطول ما يقارب تقريبا 10 أمتار، والعرض ما يقارب 3 أمتار تقريبا. طبعا مساحة الأرض 550 متر مربع، مساحة الفلة تقريبا 225 متر مربع. تفضلوا ويانا. أول ما ندخل عندنا هنا المدخل، على يسارنا مباشرة عندنا الدواليب جاهزة من الشركة نفسها. طبعا على يميننا عندنا الانترفون عن طريق الكاميرا، تقدروا تشوفوا من اللي جاء على الباب. وأيضا ما ننسى الأبواب التركية المعروفة بالأمان، طبعا 1 2 3 4 أقفال قوية جدا. هنا على يميننا المنطقة هذه ممكن نعملها مثلا سفرة طعام، صراحة جميلة جدا ومساحة كبيرة. المنطقة هذه مثلا تكون فيها الطقم، طقم الكنب بالإضافة للتلفزيون ممكن تحطوه في الجهة هذه. طبعا ارتفاع السقف عالي جدا حيث انكم تقدروا تحطوا فيها إنارة جميلة. مثلا التدفئة على الغاز الطبيعي مثل ما انتم شايفين، الدفايات موجودة في جميع الغرف والصالة. نخرج للبلكونة الخارجية أو الشرفة أو الجلسة الخارجية، أيضا يتم تعديل وترميم أو تجديد الأرضيات بشكل كامل، والحديقة الجميلة هذه اللي انتم شايفينها أمام الفلة. طبعا الفلة عبارة عن 3 طوابق، احنا الآن نعتبر في الدور اللي هو المدخل، وعندنا أيضا بدروم. عندنا هنا دورة المياه الأولى اللي تخدم الدور، تقدروا تشوفوها. عندنا المغسلة والكلوزيت، ومنها نتوجه للمطبخ اللي موجود أيضا في نفس الدور، مساحتها جيدة. طبعا من ضمن المطبخ راح يتم تسليم اللي هو الشفاط، الفرن، العيون بالإضافة إلى الفرن ماركة سيمنز المميزة جدا. نوعية الإكساء في الفلة جيدة جدا. عندنا نظام الهيدروليك وأيضا نظام المكابح مثل ما انتم شايفين، تناسق الألوان فيها أيضا جميلة جدا. ننزل للدور البدروم، طبعا في باب يعزل، تقدر تسكر الباب تعزل المنطقة عن المنطقة اللي فوق.
طبعا هذه تعتبر غرفة نحسبها من ضمن الغرف، هذه الغرفة رقم واحد، لها مخرج للحديقة الجانبية للفيلا، بالإضافة إلى مخزن مساحتها كبيرة جدا تقدر تحطوا فيها الأغراض أو الشغلات الزائدة، مساحة كبيرة جدا. المنطقة هذه نقدر نستخدمها مثلا كصالة رياضية صغيرة يكون فيها مثلا جهاز السير، دراجة، منطقة للتمرين مثلا. وعندنا هنا المستودع، وأيضا عندنا دورة مياه. طبعا المنطقة هذه راح يكون فيها جهاز الغاز الطبيعي، والشركة أيضا تتعهد بأنها تركب لكم الجهاز. هنا عندنا دورة المياه رقم 2. نطلع للدور العلوي، طبعا هذا مدخل الفيلا مثل ما انتم شايفين. عندنا عاملين إضاءات جميلة معطية شكل جميل للدرج. طبعا هنا عندنا غرفتين، الغرفة الأولى على اليمين مطلة على داخل الحديقة، وعلى يسارنا تخدمنا دورة مياه رئيسية واحدة للغرفتين اللي موجودة في هذا الدور. طبعا عندنا المغسلة، عندنا المروش، ما شاء الله تبارك الله. لو تلاحظوا نوعية الأحجار اللي مستخدمينها جميلة جدا. وعندنا هنا الكلوزيت خلف الباب وجهاز التدفئة. طبعا دورة المياه هذه تعتبر رقم 3. هنا عندنا الغرفة الثالثة أيضا مطلة لحديقة الفيلا. إجمالي عدد دورات المياه اللي موجودة في الفيلا 4 دورات مياه، ومنها نطلع للدور الأخير. أيضا عندنا الإضاءات المخفية جميلة جدا. عندنا هنا الغرفة رقم 4 جميلة جدا، وأيضا منها تقدروا تشوفوا الصالة، فاتحينها للصالة حاطين فيها نظام الجام حيث تقدروا تشوفوا الصالة بكل أريحية. طبعا هذه إحدى نماذج الفيلا اللي هي 5 غرف صالة، وعندنا أيضا نماذج أخرى. هذه غرفة النوم الرئيسية، طبعا فيها جهاز التدفئة، الأرضيات فيها باركيه، وأيضا لها إطلالة جميلة جدا نشوفها وياكم، تطل على حديقة الفيلا نفسها، وأيضا لها إطلالة كاملة على الطبيعة. عندنا المنطقة هذه اللي تخدم غرفة النوم الرئيسية فيها دريسنج روم، أيضا الدواليب فيها جاهزة راكبة مثل ما انتم شايفين، ارتفاعها ما يقارب 3 أمتار تقريبا. وعندنا هنا دورة المياه، وفيها أيضا باب سحب حيث أنها ما تأخذ مساحة. وعندنا هنا دورة المياه التابعة لغرفة النوم الرئيسية، كلوزيت، وعندنا المغسلة بالإضافة إلى الشاور كابين. طبعا هذه إحدى النماذج في الفيلا 5 غرف صالة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.